موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد الإخباري، أهلا بكم. قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن العلاقات بين روسيا ومصر قوية للغاية، ونتج عنها عودة السياحة بين البلدين، لافتة إلى أن الخميس القادم سيتم الإعلان بمنح اللقاحات للعاملين بالقطاع السياحي وأنشطة السفاري والبازارات في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بنسبة 100%، والذي يعد حرصا من الدولة المصرية. وقال الدكتور علاء عيد رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أنه سجل أكثر من 1.2 مليون مواطن بموقع تسجيل لقاح كورونا، مضيفا أن من تلقى اللقاح حوالي 550 ألف متلقي فقط، مؤكدا أن العالم كله دخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا ومنهم مصر. دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل جدي، وخاصة في أماكن التجمعات للإفطار والسحور. وأكدت وزيرة الصحة أن هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا من قبل شهر رمضان، متوقعة أن تكون هناك زيادة مفاجئة من حيث عدد الإصابات في الوقت الحالي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان لهم انتشر من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً. وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأن السن القانوني للخروج هو 60 عاماً على المعاش. أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان في الاتجاهين، بعد حدوث حريق هائل خارج سور المترو في المنطقة بين محطتي دار السلام وحدائق المعادي. قررت إدارة المسابقات إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وتغريمه 50,000 جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة، وغرامة مالية 20,000 جنيه على المدير الفني لنادي سموحة لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة. كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي 4 مباريات وغرامة 20,000 جنيه لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معا ضد مسابقة الدوري الممتاز، وإيقاف محمد عبد الغني لاعب الزمالك لطرده أثناء المباراة. نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للطيار أشرف أبو اليسر عقب إعلان وفاته، وعلق محمد رمضان على الصورة قائلاً إن لله وإنا إليه راجعون، الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه. كان هذا موجزاً لأهم وآخر الأنباء، شكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.